فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط وباب المغاربة، كما سمحت للمصلين بالدخول عبر البوابات الإلكترونية. وقال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر كسواني إن الاحتلال سلمهم جميع مفاتيح الأبواب الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك عدا باب المغاربة الذي يسيطر عليه الاحتلال. لأول مرة منذ احتلال القدس تتحول هذه المدينة من مدينة صلاة وحياة إلى مدينة أشباح وطغاة. فتحت مسميات إسرائيل الأمنية وتعددها يسود هذا المشهد المؤلم على القدس وساكنيها. سياسة أمر واقع، تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات للمراقبة على مدار الساعة، والأهم من ذلك السيطرة الكاملة على أولى القبلتين. موقف المقدسيين جاء مشرفا بعدم قبولهم دخول مسجدهم عبر بوابات، وامتثلوا للكرامة والعنفوان. نحمل الحكومة الإسرائيلية ما قامت به من تغيير معالم، ونحمل الحكومة الإسرائيلية عدم استلامنا للمسجد الأقصى. نحن لن نرضى أن يغير المعالم ويسجل علينا في التاريخ أننا ارتضينا في تغيير المسجد الأقصى، بل سنبقى خارجا حتى نستلم المسجد الأقصى كما أخرجنا منه. من يوم الجمعة ما صلينا، مغلق المسجد الأقصى أمام المصلين من يوم الجمعة حتى اليوم، فتحوا بس عبر البوابة. علماء المسلمين والمصلين رافضين أنهم يدخلوا عبر البوابة. هذه الإجراءات الاحترازية جاءت بعد قرار نتنياهو بإعادة فتح المسجد الأقصى تدريجيا للصلاة فيه، وتدريجيا فهم معناها هنا على بوابات الأقصى إغلاق وفتح باب على حساب باب آخر وسيطرة كاملة على المفاتيح. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. مطالب علت من أفواه المقدسيون بالتحرك الجاد لوقف ممارسات إسرائيل ذات الأهداف المعلنة والمخفية. ما جرى بالمسجد الأقصى هو مبيت من قبل سلطات الاحتلال، ولكنها الآن بدأت بتنفيذه. طبعا هذا يعني المشروع الذي تقوم به هو من اليمين المتطرف الإسرائيلي وقد أعد سابقا. فبعد العملية التي نفذها ثلاثة فلسطينيين والتي أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين، التصقت إسرائيل بهذه الحجة لتفرض سيطرتها الكاملة على المدينة ومن فيها. تحت ما يسمى بأمن إسرائيل تطبق حكومة نتنياهو قبضتها الحديدية على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، تارة تغلق أبواب الأرض إلى السماء، وتارة أخرى تباشر بتركيب بوابات إلكترونية لخنق مجرى تنفس الفلسطينيين أينما تواجدوا، مستخدمة ما تملك من أدوات قمع وتهويد، ولا يطلب منها العدل ولا العدالة، فهي الحاكم والجلاد في آن واحد. ثروة شكرا من القدس المحتلة، النيل.